فضل من الله ان قدرنا نحج السنه هذه انا والوالد. شعور لا يوصف صراحه، رغم الاعداد الهائله، رغم الناس الكثيرين اللي في الحج من كل دول العالم، ولكن شكر كبير جدا للمملكه العربيه السعوديه على تذليل كل الصعاب على تسهيل مهمه الحجاج. ايضا ما ننسى الدور الكبير اللي وفرته دوله الامارات العربيه المتحده لحجاج الدوله، وفرت كل شيء، كل سبل اللي تضمن نجاح اداء فريضه الحج في صعوبات كثيره. ايضا الطقس كان متقلب بين مطر بين عواصف بين رطوبه وحر، ازدحام شديد، ثقافات مختلفه، ناس من كل مكان، ولكن سبحان الله المكان متبارك. الشعور بالطمأنينة والراحة يخلي الواحد في عالم ثاني. وما قصروا السعودية جزاهم الله خير، وبعثة الإمارات قاموا بكل واجب الحمد لله، من روحتنا لرجعتنا الحمد لله. الحمد لله مع كثرة الزحام وكل شيء، بس في تنظيم الحمد لله من الجهات الحكومية السعودية ومن حكومتنا الرشيدة الحمد لله، موفرين سبل الراحة حق الحجاج وجزاهم الله خير، الله يكثر بمثالهم إن شاء الله. والله موسم العام هذا الحمد لله كل شيء تمام، كل شيء متوفر، وسهولة عن في المسعى في العرفة، في كل شيء متوفر والحمد لله. يعني نشكرهم، نشكر قائدين الحرمين على الاستضافة وعلى التيسير اللي سواه للحج. يعني الحمد لله يعني كل شيء ما في أي صعوبة من وصلنا لما رجعنا. والله الحج صراحة أنا كثر ما نسمع عنه قبل، لكن اللي شفناه اليوم غير صراحة، شيء مميز، والحمد لله رب العالمين بفضل شيوخنا والبعثة جزاهم الله خير ما قصروا. والله بارك الله فيهم، كل جهودهم جبارة شفناها على أرض الواقع. أشكر المملكة العربية السعودية على استضافة جميع الحجاج العالم واستقبالنا من المطار وإلى توديعنا المطار بكل ترحيب وكل خدمة، والحمد لله والشكر كل شيء متوفر من بدينا في هذا الحج في هذا العام، وكل شيء طيب. ونشكر دولة الإمارات على تيسيرنا كل مناسك الحج، والله يعطي الشيخ خليفة الصحة والعافية ويرحم الشيخ زايد.